الروت جا الحماق ديالو ديال ديما. علاش؟ ديما بلا ما واش 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 كروت منطقي باش يكون عنده سبب هو اذا ما غوتش ما عيش بلا سبب كيبدا يغوت هو. ولكن ديرو بان تتعلق بانك كتلقى الشهيده يعني الشهيده اللي كانت شاهده هذيك طريفه لا تكسر لا تك الصحفيه بنت معقوله وعارفه الله وعاد ولدت وخوفه خوفه ان ولدها بنتها توقع عليها شي حاجه رضيعه وكانت مرزنه وثقيله وكتكلم بصدق ويمكننا نثقوا بصفه عمياء في اقوالها. ولكن قالوا بان الدفاع بان الدفاع كيهربها وكيعتدها. الدفاع دايش ديال المشتكيات كيضغط عليها ملي كتكون واش هذا الشيء كاين ولا ديال المشتكيات؟ ما كنظنش ديك السيده يمكن لي رهبات شي واحد لان رزينه وبارده وثابته. هذيك صحفيه مهنيه تخرج وباقا صغيره عندها مستقبل كبير في الصحافه. وكاين اللي قال بانها قالت لا قبل ما يتعرض عليها المحجوز. ابدا 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 وتجاوزنا من اختها هذه وقلنا الله يسامح كاع في السؤال لان باقي الشهود يمكن لهم يجاوبوا وصافي ما تكملنا.